برحب بيكم من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص تم الاعلان عن نتيجه انتخابات النادي الاهلي لعام 2021 حتى 2025، ومعي في هذه اللحظات عضو مجلس اداره النادي الاهلي طبعا استاذ محمد الضماطي. في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك فوز القايمه بالكامل. ربنا يبارك فيك يا هنا، الف شكر واهلا بالمشاهدين كلهم. عايزين بقى نتكلم عن اجواء اليوم النهارده، طبعا كان يوم متعب اكيد. يوم صعب، الواحد خلاص مش قادر، بقى لنا من 7 الصبح وفينا رجلينا، والحمد لله اليوم عدى بخير. 22000 رقم كويس متوقعينه، وكان نفسنا طبعا يبقى اكتر، بس الحمد لله برضو رقم كويس جدا. عايزين نتكلم بقى عن الاجواء الحقيقه، اعضاء الجمعيه العموميه كانوا حريصين ان هم يجوا ويدلوا بصوتهم، وكمان التنظيم الحقيقه كان اكثر من رائع. جمعيه النادي الاهلي جمعيه عظيمه وواعيه وفاهمه، وما بتاخرش النادي الاهلي في اي حاجه، ودايما بتختار الفريق الواحد. وفرحتنا النهارده ان احنا خدنا قائمه كامله، دي اهم حاجه بالنسبه لنا عشان نقدر نشتغل بانسجام، وسعداء ان كله الحمد لله عدى. عايزين بقى كلمه لاعضاء الجمعيه العموميه طبعا بمناسبه الفوز وفوز قائمه كابتن محمود الخطيب بالانتخابات. قبل كده ربنا انعم على النادي الاهلي بجمعيه عموميه راقيه جدا وواعيه جدا وبجمهور عظيم، فالنادي الاهلي فعلا نادي محظوظ، ونتمنى دايما انهم يبقوا في ظهرنا اعضاء وجماهير، وان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم باذن الله الفتره اللي جايه. مبروك مره ثانيه. شكرا يا يعني ده كان لقائي مع استاذ محمد الضماطي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وهنكون مستمرين معاكم في لقاءات اكثر فقط وحصريا على قناه النادي الاهلي. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.